بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الحضور الكريم وتلات الاحزاب السياسيه ديال الشرقيه. فيما يخص الموضوع الذي يتناول هذا الموضوع فيما يخص المقاومه الجهه السياسيه، فان لا نجد بدا من يعبر عن سخط الهيئات النسائيه الفاعله في المجتمع المدني، وتناول بخصوص الحكومة الحالية التي تراجعها عن المكتسب التي حققتها المرأة في جميع القطاعات. بالنسبة للاستمارة التي تكون في ثلاث أسماء، بين السؤال الموجه للسيدة سلمى الفرنجي، يعني السؤال بخصوص من سؤال فضل البيت المرأة على مستوى الهيئات القيادية في الأحزاب السياسية، وتخريج مراقبة السماح في تهميس ممارسة الدولة، Thank you.